مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. النهارده موجود معانا الدكتوره نورهان المهدي، المدرس المساعد بكليه الفنون الجميله. دكتوره نورهان فازت بثلاث جوائز دوليه خلال عام 2022 في الفنون. برحب بيكي معانا يا دكتوره نورهان، وكلمينا بقى عن تفاصيل الجوائز الدوليه اللي حصلتي عليها خلال العام. اهلا وسهلا بحضرتك، وميرسي جدا استضافتي النهارده. انا خلال سنه 2022 انا حصلت على ثلاث جوائز دوليه، اولها جائزه ليوناردو دافنشي كان في شهر فبراير، واستلمتها في قصر بورجيزي بمدينه فلورنسا في ايطاليا. تاني جائزه كان بعد مشاركتي معرض بمتحف اللوفر بباريس، اخذت جائزه باريس الدوليه. ثالث جائزة كان أثناء بنالي برشلونة الدولي، عملي حصل على جائزة برشلونة الدولية. بس ده كان شهر نوفمبر. طيب كلمينا بقى عن المرحلة اللي ما قبل الحصول على الجوائز، يعني ازاي فكرتي في الأعمال الفنية، وايه هي برضو الأعمال الفنية؟ عايزين نعرف تفاصيل أكتر عنها. اوكي، انا عموما الأعمال الفنية بتاعتي بتبقى قايمة على فلسفة. انا بحب، يعني انا عملت مجموعه اعمال بتقوم على فكره المواجهه بين الخير والشر في المجتمع. فعل ادم، اللوحه قامت على فلسفه المواجهه بين حقيقه الموت والرغبه في الحياه. تاني عمل كان بعنوان همس الشيطان اللي شاركت بيه في باريس متحف اللوفر، بيتكلم عن الضرر اللي بيسببه الشيطان في العقول. تالت عمل كان في برشلونة بعنوان اعتراض الملاك، الفكرة كانت قايمة على تمرد الملاك الصغير على كثرة وجود الشر في العالم. طيب يعني قبل بقى التقديم للجوائز الفنية، يعني عرضتي الأعمال الفنية دي في أي معارض هنا في مصر أو أي جوائز محلية؟ هو انا عرضت في معارض محليه في مصر، كان اخرها في المؤسسه المصريه الايطاليه في اسكندريه. ده المكان الوحيد اللي عرضت فيه اللوحه اللي هي بعد كده اخذت جائزه ليوناردو دافنشي. بس كانت تجربه لطيفه. يعني بدايه حبك للرسم والفنون بدا من امتى؟ الحقيقة ده بدأ من سن صغير جدا. أنا وأنا صغيرة كنت بحب أرسم كاريكاتير. والدي الله يرحمه لاحظ ده جدا فيا، هو شجعني جدا وكان بيدعمني بشكل كبير على المستوى الشخصي والفني، يعني إنه كان بيجيب لي الأدوات ويخليني أرسم، وهو اللي كبر طموح السفر عندي. بس بعد كده لان انا من الاهليه انتقلت لاسكندريه بعد كده لدراسه الفن في كليه فنون جميله. بعدها بس ده زود عندي الجزء الاكاديمي قوي وخلاني اشتغل على نفسي جدا. وبعدين اتعينت في الكليه، وبعدها حصل السفر بتاعي. اسكندريه اكيد ليها دور في حياتك، يعني كانت مرحله كبيره. كلمينا عن المرحله. اكيد اسكندريه كبلد هي بلد ملهمه جدا، او مدينه ملهمه. وجود البحر والقلعه وكل حاجه هنا في اسكندريه هو مصدر الهام. حتى وانا بره لما الناس كانت تبقى عارفه ان انا قاعده في اسكندريه وكده كانوا بيحبوا قوي المكان، هو مشهور عموما بشكل عام يعني. بس ف تجربه مميزه وجودي هنا يعني. طيب بعد حصولك بقى على الجوائز، يعني رد فعل الطلبه واعضاء التدريس في الجامعه، كان في تهنئه خاصه للدكتوره عبد العزيز كونسور رئيس الجامعه لفوزك بهذه الجوائز، كلمينا عن التوقيت. الحقيقه انا بشكر الاول الاستاذ دكتور عبد العزيز كونسوا للتهنئه الكريمه على، لا انا لقيت منه كل الدعم بصراحه، وله مني كل الشكر والامتنان والاحترام. كمان سياده العميده وسياده وكيل الكليه كان ليهم كل الدعم، سوري قدموا لي كل الدعم، انا بشكرهم بشكل خاص. كمان وقع الخبر عموما على الطلاب، هو كان
كان جميل قوي، عجبني رد فعلهم وقالوا لي ان انا بس يعني بشكل لهم مصدر الهام، فانا مبسوطه جدا. وبس مين مثلا دكتوره نورهان في الفن؟ في الواقع انا شويه متاثره بالفن الغربي بشكل خاص الفن الايطالي، فانا مثلي هو طبعا بعيدا عن ليوناردو دافنشي فنان ايطالي اسمه كارافاجيو، هو ده شويه متاثره بيه بشكل خاص في اعمالي. حتى المرحله الجايه ناويه على ايه؟ المرحله الجايه ناويه بيأس، ناويه اكمل. مش معنى ان انا حققت نجاح كبير زي ده ان انا هوقف بعده، لا انا هكبر اكتر واكتر كمان، وان شاء الله يعني خير باذن الله. في جائزه معينه ناويه تقدم ليها خلال الفتره الجايه؟ في الواقع خليني اقول لك الحقيقه، ان شاء الله على السنه الجايه ناويه اقدم في حاجه حدث مهم اكتر واكتر كمان، وان شاء الله يعني خير باذن الله. في جائزه معينه ناويه تقدم ليها خلال الفتره الجايه؟ في الواقع خليني اقول لك الحقيقه، ان شاء الله على السنه الجايه ناويه اقدم في حاجه حدث مهم كبير جاي، بس خليه مفاجاه بقى بلاش نعلن عنه دلوقتي. رساله تقوليها للطلبه ودايما بتقوليها للطلبه عندك في الكليه؟ انا بقول لكل الطلبه ما تيأس، امسك في حلمك واوعى تسمع لكلام المحبطين، وامن بنفسك وامن بقدراتك، والنجاح دايما موجود وهيبقى موجود لو انت جذبته ليك. وبقول له كمان ان القوه انك انت تحافظ على نجاحك ده، مش انك تحققه بس مره او مرتين او اكتر، لا انت حافظ على النجاح ده وعلي منه وكبره، وربنا دايما بيكون داعم لكل انسان بيسعى في حياته. يا دكتور نورهان، انت مثلتي مصر وجامعه اسكندريه في ايطاليا، دايما اللي يعني اللي بتقوليه او الرساله بتوجهيها لزملائك في ايطاليا هناك ايه عن مصر؟ يعني كفن ايه اللي دايما بتقوله لهم هناك؟ انا عموما اثناء وجودي في جائزه ليوناردو دافنشي الناس هناك كانت لما تعرف ان انا جدا ناس كتير جدا عايزه تيجي تشوف مصر بالصوره دي بشكل خاص، عشان الاحتفال بموكب النومياوات. ايوه اللي كان فتح معايا الموضوع ده كان مدير الاكاديميه الهنجريه في روما، قعد اتكلم معايا قد ايه هو حابب يجي يزور مصر، وقد ايه الاحداث اللي هو متابع جدا الاحداث اللي بتحصل، ومصر بلد الحضاره، وكان بيتكلم عن بعض المعابد وكده. دكتوره نورهان، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا في اليوم السابع، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق في كل المراحل القادمه ان شاء الله. ميرسي.